السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يعني كلشي بخير. اواش نبروك بالصحه والسلامه. اليوم غنتعلموا طريقه التقسيم على المقام الشرقي، نديرو مثلا بيت على الغي، نديرو واحد التقسيمه صغيره ونبدا نشرحها. مثلا كنمشيو اسيدي في هاد الغي، كنمشيو ديك الصوره، كندير واحد شويه الفيبراتو ندخل مع فا دييز كندير واحد الجليس من الفا دييز، فا دييز الفا بيكار متنساش من الفا دييز فا بيكار، كنستقر كندير فيبراتو، كاين جليس و فيبراتو ياك. شوف الطريقة، بحال مشيت اوكتاف من الغي تا الغي مثلا هنا درت هاد الحركة، ياك شوية نمشي هنا درت واحد السي بي كار ليزالتيراسيون اكسيدونتيل، هنا فين كتكون الحلاوة ديال العزف باش نشرح لكم مزيان. انا دابا الغي درت واحد الجليس مع فيبراتو، واحد الجليس خرا مشيت من هنا تلا، هادي دوزيام كورد لا، شوف هاد الحركة عاوتاني. هذا السيدي كنمشيو بحال اللي قلتي سيكا علمي، كديرو بحال حجاز على الصول، كنديرو نعاود نشرح لكم اليوم. حيت هو التقسيم كيكون حر، اي شخص كيدير التقسيم على حسب التعبير ديالو والاحاسيس، حيت كيختلف قدر بس ندير هكا. واحد و كما كيقولوا لا باز اللي عنده ديال المقامات، حيت ما كتكون عندك خبره في المقامات وكتكون كتبحث عليهم كتقدر تفنن في التقسيم. هذا باش كنا في البيات غي ودخلنا مع السيكا، يعني كتنوع مثلا قدروا مثلا في البيت غي شويه نمشي صابة، قدروا نديرو هاد البيت غي نرجعو نشرحو من الفيديو كما شرحت لكم قبل. دابا
كنديرو كنمشيو ديك الصون ترانزيون دو فيبراتو تويتر دابا تقلو شوية سامبل هادي اكاديميك سير ولكن حنا كن مع المقامات الشرقية ولي تكنيك ديال العزف كنستعملو هاد الفيبراتو والكليس والتري باش كيكون حد الحلاوة ديال العزف العربي. هادي سامبل سو غي سو فا حنا غنزيدو دوك كيما كيقولو الحلاوة غي طاز كليسة من هنا باش نزيدوها شي طريقة كيفاش تقدر تكسب داع فيها شوية في الطريقة هذي انا راكين ندير في اللون ودير شوية تري في السي بي مول شوف ملي كترجع وانا من الصول الفا كدير واحد الجليس ها جليس مع فيبرات من بعد كنمشي تلغي غي الدوزيام ديال الاوكتاف الاول هادي هاد غي دو سي مي كا سول دياز فا شي حاجة يكتبوا لي كومونتير نعاودو نفسرو شي فيديو اخر نوضحو مزيان المهم نعاودو التقسيمة الخفيفة
هاد الصبع الثاني اللي جلسيت بيه. تروازيام دوا درتو في الصول ديال تروازيام كورد، والجليس حطيت هاد الصبع الثاني من الفا دياز وجريته في الفا. شنو كيبان لكم؟ نديرو شي تقسيمات من غير هاد شي حاجة أخرى. بحال مثلا نديرو شي واحد مبتدئ بغى يعزف لاغام ديال سول ماجور. سول ماجور كاينه فا دياز، هاي سول مي بيتا فا دياز سول. غير هاد الاوكتاف نقدرو نديرو شي تحسينات عليه بالنسبة للبقامات الشرقية. هو شبيه العجم على الصول. الطريقة هذه من فابيكار انجليزي ديال الفاديز. شكرا على المتابعة اصدقائي، موعدنا فيديو آخر إن شاء الله. تبارك الله عليكم وتحياتي لكم.